ولمزيد من الحديث عن اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذي يتزامن مع انتهاء العمليات العسكرية في العراق على ما يسمى الإرهاب، ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي السيد عبد القادر النايل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الأفاضل. مفارقة تبدو غريبة إلى حد ما، أن تحتفي الحكومة في بغداد بما تسميه يوم النصر بالتزامن بطبيعة الحال مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وللأسف الشديد السؤال ما يزال مشرعا ومشروعا في نفس الوقت حول مدى التزام الحكومة والميليشيات بالمعايير المتعلقة بحقوق الإنسان خلال معاركها السابقة. أولا دعني أقول لك أن هذه الحكومة بمجمل عملياتها السياسية هي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان ابتداء، لذلك لا يمكن لمنتهك حقوق الإنسان أن يطالب بإيجاد حالة من حالات حقوق الإنسان أو إعطاء حقوق الإنسان. وأما في هذا اليوم الذي يحتفون به، ما هو إلا يوم مشؤوم فيه ابتدأت حقيقة انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. فعلى ماذا يحتفلون؟ هل يحتفلون بأن 1,200,000 من العراقيين يعيشون في الخيم ولا يسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وقد استولت هذه الميليشيات على ممتلكاتهم؟ هل هذا هو حقوق الإنسان الذي تدعي به الحكومة وميليشياتها؟ أو هل يحتفون بأن هناك يعني أعداد كبيرة من السجناء والمغيبين لا زالوا في المعتقلات يتعرضون إلى أبشع أنواع التعذيب والتنكيل بهم وبأسرهم، فضلا عن القتل المتعمد الذي يطالهم داخل السجون؟ بالتالي هذا اليوم حقيقة هو يوم انتهاك حقوق الإنسان في العراق، وبالتالي ينبغي على المنظمات الدولية التي منها الأمم المتحدة التي شرعت لهذا اليوم باعتبار أن الحرب العالمية الثانية التي كانت أبرز ملامحها انتهاكات حقوق الإنسان قد انتهت. اليوم حقيقة العراقيون يعيشون منذ 18 عاما ابتداء من الاحتلال الأمريكي للعراق لهم الذي هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يوميا في حالات يرثى لها وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ومأساة مستمرة. وبالتالي ينبغي عليهم إذا كانوا هم حقيقيين يريدون الاحتفاء باليوم حقوق الإنسان كيوم عالمي، عليهم أن يسلطوا الضوء على ما يجري في العراق، لأن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق هي ذاتها التي جرت في الحرب العالمية الثانية، وهذا صريح بطريقة واضحة تماما. فتجريف الأراضي والمغيبين والتطهير العرقي على أسس دينية وطائفية والقتل الجماعي والانهيار الأمني، انهيار التعليم، انهيار الاقتصاد، انهيار الحياة الكريمة للمواطنين، فضلا على ما يجري حقيقة من تدمير متعمد لمدن كبيرة في العراق، هذا كله حقيقة جرى ويجري كما جرى في الحرب العالمية الثانية. لذلك العراقيون يعيشون في هذا اليوم أسوأ حالاتهم وهم يستذكرون انتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة عليهم. عندما تقول العراقيون كأنك تتكلم أستاذ عبد القادر عن أكثر من مليون و200,000 شخص، هم بحسب الأمم المتحدة بطبيعة الحال الذين ما زالوا نازحين بسبب الدمار وما خلفته العمليات العسكرية منذ ذلك الوقت. السؤال عما قدمته الحكومات المتعاقبة التي تعاقبت على هذا الملف منذ 8 سنوات حتى الآن. هؤلاء دعني أقول لك، هؤلاء 1,200,000 الذين إلى الآن يعني يتم رفض إرجاعهم، هؤلاء لا صوت لهم، غيبوهم عن مدنهم وعن منازلهم. فبالتالي كل شخص ينبغي أن يتحدث باسمهم، من إعلامكم الكريم إلى أي محلل أو إلى أي كاتب أو إلى أي ناشط، لأن من يغيب صوته ويتم طمس حقيقة وجوده لابد أن يتداعى الكل لنصرة هؤلاء المظلومين. بالتالي الحكومة قد انتهكت انتهاكات صارخة وميليشياتها لهؤلاء، يعني من يهجر جرف الصخر طوال سنوات عديدة إلى الآن ويستولي على منازلهم، عزيز بلد، تل عفار، بيجي، مناطق في القائم في الأنبار، في بغداد، حي البكرية يتم الاستيلاء على أراضيها، ما يجري في حزام بغداد يعني بشكل واضح تماما يعني لا يخفى على الجميع. كل هذه الانتهاكات حقيقة
ولدت هؤلاء النازحين وأبقتهم في مدنهم. من يعني يصم أذنيه من الحكومة والميليشيات التي تتعمد الاستيلاء على منازل وممتلكات هؤلاء؟ أليس هذا هو الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان؟ هؤلاء حقيقة فضلاً على أن هناك انتهاكات أخرى، انتهاكات عندما لا يتم منحهم بطاقتهم التموينية وتوفير لديهم الغذاء داخل هذه الخيام، عندما يتم منع أطفالهم وأولادهم من الدراسة وعدم تزويدهم بالمستمسكات العراقية كالجواز والجنسية وغيرها من الأمور الثبوتية. أليس هذا هو انتهاك لحقوق الإنسان، انتهاك حقوق الطفل، انتهاك حقوق المرأة، انتهاك حقوق العائلة، وفضلا على أن الانتهاكات الأخرى التي تتمثل بالاجتماعية وغيرها من الأمور الأخرى. لذلك انتهاكات حقوق الإنسان على هؤلاء واسعة وكبيرة، وبالتالي تنفذها الحكومة بطريقة واضحة، لأن هناك ملفات حقيقة هي الحكومة مسؤولة عنها. وإذا ما قلنا أن الملفات الأمنية بيد الميليشيات، فإن هناك مواضيع مهمة تماما من خلال التعليم وما غيره من الأمور الأخرى التي هي من حقوق هؤلاء المواطنين الذي تتعمد الحكومة تجاهلهم. وقد رأيتم المفارقات، يعني عندما تم زيارة الكاظمي لمخمور لأنها تعرضت إلى هجوم، ويزور البصرة لأن الميليشيات فجرت سيارة مفخخة، لكنه لم يزور قرى المقدادية الذي بالأمس القريب تم تهجير أهلها جهارا نهارا متعمدين بلغة السلاح والبلطجة بطريقة واضحة. أليس هذا هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والازدواجية التي تتعمد فيها الحكومة وما فيهم الكاظمي؟ نعم، هذا سؤال مهم يضاف إلى سلسلة كبيرة من الأسئلة. المهم الآن أستاذ عبد القادر، كيف يمكن تفعيل هذه القضية؟ وطبعا نحن نعرف أن هذه الجرائم والانتهاكات لا تسقط بالتقادم بطبيعة الحال، لكن كيف يمكن تفعيلها من أجل محاسبة ومساءلة أولئك المتهمين بارتكابها؟ هؤلاء المتهمين يعني حقيقة اجتمعوا على قتل العراقيين، وقد رأيتم هذه الانتهاكات من شمال العراق إلى غربه إلى جنوبه، وبالتالي تلطخت أياديهم بقتل المتظاهرين وقتل المناطق المنكوبة، وكذلك يعني قتل قرى بالكامل وتهجير أهلها. فبالتالي هذه الجرائم ستبقى محفوظة في ذاكرة العراقيين ولا يمكن أن تتناسى. وبالتالي الشعب العراقي معلوم تماما في كل كبوة واحتلال يتعرض لهكذا انتهاكات، لكن لم يذكر التاريخ يوما على أن العراقيين تناسوا من ظلمهم وتناسوا من أخذ حقوقهم، وبالتالي سيأتي يوم الحساب بلا شك. وهذا الحساب للشعب العراقي. شكرا لك سيد عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب. شكرا.